وبعيد الفطر روج أحيا من ذبيحة في الأونلاين شافوا الكثيرين. وأعمال روج ما انتهت هني، فهو يحضر لمشروع كبير مع الموسيقي ميشيل فاضل. مين حابب يخبرنا عنه؟ روج؟ الفكرة من عنده انطلقت؟ لا، الفكرة من اثنيناتنا انطلقت، وكنا دائما نلتقي بسهرات بمطارح نحن أصحاب من زمان، ونقول لبعض كل واحد للتاني إنه يلا بنعمل مشروع سوا، لازم اتس تايم، وتمرق القصة ونبعت. أنا بعت له مساج، بعت له 3 أيام 4 أيام مسافر بمدري أي بلد، وقوله ذات الشيء كمان. أنا بعت له مساج ما يرد كمان. ما في، لأنه يعني نحن مشغولين كل وقت. بس كل هالانشغالات وقفت مع أزمة كورونا، ووقتها روج وميشيل وجدوا أنفسهم باستوديوهاتهم ومعهم الوقت الكافي للبدء فعليا بتحقيق هالحلم. وهيك صار، وقلعنا فايلات ثرو زوم، وبيت باي بيت، نهار ورا نهار عم بيكمل هالبروجيكت، يكمل هالبروجيكت. بعد 8 أشهر ركبت القصة كلها، وعنا شو ساعتين كتير حلو. قبل ما نحكي شوي عن الشو، بدي أعرف شو بتحب الميوزك تبع روج، وكمان روج شو بتحب الميوزك تبع ميشيل؟ هيك انا ام بيك فان، يعني روج منه مش ناطرني انا اكون فان تبعه، عنده فانز بكل العالم. انا بحب كثير شو بيلعب، لانه نحن منا، انا مني عمري 20، انا عمري 40 45 هلا. سو كل الموسيقى اللي بيلعبها بيذكرني انا وكنت صغير. وان بلس كمان بيحضروه عمرهم 20 25 بيحبوا موسيقته، وعمرهم 60 و70 بيحبوا موسيقته. هذا زلمه نبغت موسيقى. لا مزبوط، لانه النولج تبعه وذو واي بيوزع الغناني وبيدق، يعني خلص ما في شيء هيك. انا مش شايف ميوزيشن هالقد شاطر، وعنده مش بس التالنت، النولج. ومن موسوعه اغاني بدات مع 1000 اغنيه رسوها الثنائي على حوالي 140 تراك، يعني عندك من 80ات 90ات 2000 2010 وغنيه نزلت امبارح رح تكون بالشو. وحتى يتأكد ميشيل وروج من أن خياراتهم صائبة، قرروا يستشيروا أصدقائهم. سمعوا كل الساعتين وعاور أو ألم، لا هاي شلوها وهاي حطوها وليه ما بزيدوا هايدي. وكمان روج سافر على أمريكا، أصحابي إجوا كمان بيحبوا كتير موسيقى، يعني أصحابي كتير قرب علي كمان ذات شي، لا هاي وقعت حتى الغنية وليه ما بتحط هايدي ولو أبا غنيت أبا. سو أخذنا كمان شوي صغيرة، أنه بلشنا من نحن شو منحب، بس كمان أخذنا أراء أصحابنا اللي بيحبوا الموسيقى. التحديات بهيك مشروع كله كل شيء. It's a new concept، يعني أنت عم تقدم للعالم شيء جديد، سو تتعطي شيء جديد كله تحديات، لأنه بدك كل ديتيل تنتبه له لآخر شيء يطلع هالشو بقدر الاكسبكتيشنز تبع العالم. وتوقعات محبي موسيقى ميشيل وروج راح تكبر اكثر واكثر لما يعرفون ان هالثنائي ما راح يكونون بروحهم على المسرح. حيكون في فيلارمونيك اوركسترا كبيره اكيد 80 90 شخص، حيكون في العربي التخت الشرقي انون ناي وعود اكورديون والايقاعات، وحيكون في سولوز مثل ان شاء الله يكون نقدر تفتح الدنيا، يعني نجيب مثلا بيدرو استاش من 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 لوس انجلوس، نجيب كم شخص هيك السوليست الأبديات. وحيكون في 100 كورال، 100 أشياء، يعني 50 شاب و50 صبية. I think في جرافيكس تشغلوا سبيشالي لهذا الشو صح؟ 100%، لأنه الشركة اللي عم تشتغل هي شركة من هولندا، بتشتغل لدي جيز the likes of Marshmello, Kygo, Getta. so الشو رح يكون طابع الأوركسترال فيل واللي عم بيحكي فيه ميشيل، و at the same time الدي جي فيل يلي هو بتشوفه بالبيج برودكشنز من بايروز، من CO2 effects، من دانسرز، يعني من كوستيومات. so هيدا الحلو، والفيجوالز من نفس الوقت اللي بيمشوا تايم كودد مع الشو. ولأن هالعرض راح ينطلق من دبي ويخرج بعدها للعالم، فطبيعي انه يتضمن عدة انماط موسيقية وتتعدد فيه اللهجات.
تذكرت شغله واحده لو عم يحكي مره في ما بقى غنيه عملتها انا عملتها بوسانوفا او شيء هيك وقعد راج كنا نطنط مع بعض بالاستوديو اطلع على البيت انا مي عامل سبور ساعتين يعني قلت كيف مش حماس حماس ما فيك تعود اي سي اي سي اي سي سو قال لي مشل هيدا انا يعني قال لي مش عم بعرف هز سو لانه انا رحت على البرازيلي بوسانوفا بحبه رجعت قال لي مشل جلس الكيك وسنير يعني هيدا انا شخصيا انا كنت رحت على هيديك بس لانه في معي راج قال لي مشل هيدا اللي عم بيرقص هون بهيدي فركشت الرقاصه يعني سو جد جلست هيدا الحلو انه بنصلح بعض باشياء لانه مش هو مزبوط اللي عم بيعمله وانا مزبوط اللي عم بعمله بس بهالستيلين سوا هيدا الشيء اللي خلى الكونسبت تكون كتير جديد والعالم بتصور رح تنبسط فيه انه رح تكتشف شو حلوة هالميكس بين هالعالمين. وسعادة هالثنائي بهالفيوجن نتج عنا عمل مشترك ثاني راح يبصر النور قريبا وغنيتنا ما حكيتونا انه في غنيه سوا هلا هون بتجي سيربريزات عم نعمل غنيه سوا هي مثل ثيم للكونسرت وكمان ستيل جديد بيدمج كل شيء تسمعوه بالكونسرت بوان سونغ وبتخلص كمان قريبا يعني بايام مين كتبها؟ ما حدا نحن انتو كلام كي ما في كلام لهلا يعني بعد يعني هي فكره وركبناها بس بدها كم نهار نازلين على لبنان نخلص اما الافكار اللي تحولت لواقع فهي الاغاني اللي حضرها ميشيل لالبوم كاظم الساهر اذ قدم له 17 اغنيه بيختار منها كاظم بين 10 او 12 اغنيه واللي اكد لنا اياه ميشيل ان الالبوم بيحمل مود مختلف وفي اغنيه بتكون مفاجاه كبيره للجمهور.